شارك عدد من دور النشر بمملكة البحرين في معرض الكتاب الدولي 2017 في مدينة الرياض، ويقدم المعرض زخما فكريا وثقافيا. ولذا استحدثت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية هذا العام برنامجا خاصا للأطفال لتشجيعهم وتنمية حبهم للقراءة. التفاصيل في تقرير مراسلنا من الرياض سامي الحمود. بمشاركة ثلاث دور نشر من مملكة البحرين، انطلقت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، والذي يستمر 10 أيام تحت شعار الكتاب رؤية وتحول، مجسدا في هويته البصرية رؤية المملكة 2030. شاركت مملكة البحرين بثلاث دور نشر محلية. احنا نشارك من الحدود 8 سنوات متتالية بهذا المعرض، نقدم فيه ما هو حديث من إصدارات أدبية وفلسفية فكرية على مستوى، طبعا على مستوى المملكة، مملكة البحرين، وأيضا على المستوى الخليجي والعربي. شاركت مؤسسة الدوسري للثقافة والإبداع بمعرض الرياض 2017. يمكن هذه المشاركة مما بدأت معرض الرياض الدولي، نحن بنشارك على طول. ويحتوي دار المؤسسة كتب ثقافية وكتب أدبية وكتب تاريخية عن البحرين. ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام تجربة ثقافية مختلفة، إذ يتيح المعرض لزواره أكثر من 1,800,000 عنوان، بمشاركة أكثر من 550 دار نشر محلية وعربية وعالمية، إلى جانب أجنحة المؤسسات الحكومية والمجتمع المهتمة بصناعة الكتاب. في هذه السنة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 شارك معنا 550 دار نشر تقريبا من 27 دولة من مختلف أنحاء العالم، سواء دول عربية أو دول أجنبية. عندنا أكثر من 800 عارض دولي وفدوا إلى الرياض أو جوا إلى الرياض خلال هذه الفترة. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة مملكة ماليزيا كضيف شرف للمعرض، بما تحمله من إرث وتنوع ثقافي جعلها وجهة عالمية للتنمية والتطوير في المجالين الاقتصادي والمعرفي. ضيف الشرف لهذه السنة مميز لدولة ماليزيا. أعتقد أن هذا يعكس تلاقح الفكر والثقافة العربية والإسلامية مع كل العالم. معرض الرياض أعتقد أنه بل بشهادة الجميع بأنه واحد من أهم المعارض الدولية للكتاب في العالم العربي. ويتضمن المعرض إقامة فعاليات ثقافية مصاحبة وندوات ومحاضرات. في معرض هذا العام تم تصميم برنامج متكامل ومثري للطفل لتشجيعه وتنمية حبه للقراءة، ولذا ستقام مسرحيات مخصصة للطفل للاستماع للحكواتي، بالإضافة إلى 9 ورش عملية لتعلم الكتابة وتأليف القصص. سامي الحمود، لتلفزيون البحرين، الرياض.